تخصيص من الأوقات أو بكيفية من الكيفيات لا يجوز إلا بدليل. هل فعلها عمر، أبو بكر، القرون المفضلة؟ بل طيب هل فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مشكلتنا في الحقيقة مع إخواننا السلفيين تتمثل في الفهم الضيق الجامد لكلمتي البدعة والسنة. لقد جاء الإسلام بالكليات وترك الجزئيات للتطبيق وللتطور طيب ولتعدل الحياة ومداركها. قول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه. إذن يعني أقر بأنها بدعة ولكنها بدعة حسنة.